وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من اسطنبول الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري. سيد نبيل، أهلا بك معنا في هذه التغطية. أهلا وسهلا بكم. الرئيس الأمريكي ترامب صرح اليوم أنه يريد من إيران أن تخرج من اليمن، كيف ترى هذا التصريح في ظل تطورات المشهد في الآونة الأخيرة؟ هذه من المأساة التي وصل إليها الوضع في اليمن. تحول اليمن إلى ورقة دولية وإقليمية، وحلف الصراع بين هذه الأطراف يدفع اليمنيون ضحية هذا الصراع للأسف بفعل توريط اليمنيين من قبل الميليشيات الإنقلابية، وبالتالي هذا يزيد من تعقيد الأزمة في اليمن ويحولها إلى رهن لصراعات المشاريع المتضاربة في المنطقة، إيرانية وأمريكية وغيرها. طيب، بالحديث عن المشهد الآن، كيف يمكن تقييم اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه؟ النجاح الوحيد لما يسمى بعملية ستوكهولم أو لاتفاق ستوكهولم هو أنه عمل على اختزال الأزمة اليمنية، أزمة الانقلاب الشرعية، بأزمة ميناء الحديدة، وبالتالي اختزلت المسألة كلها كيف يحافظ الانقلابيون على ميناء الحديدة وليس هناك يعني نجاح لهذا الملف، أو لن يختم مثل هذا الملف واختزال الأزمة به إيقاف الحرب في اليمن. الحرب لا زالت دائرة، وليست الحرب هي فقط تجنيب ميناء الحديدة القتال، وإنما هناك حرب طويلة، حرب حصار وحرب قصف للمدنيين من قبل ميليشيات الطائفية. يعني نحن في إطار معركة معقدة وتزداد كل يوم تعقيدا بفعل هذا التدخلات الدولية وتحويلها إلى صراع أو أزمة صراع دولي. نعم، بالنظر لما قاله الرئيس اليمني فإن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيكون مفتاح الدخول لمناقشة الترتيبات اللاحقة، ما مدى إمكانية تحقيق ذلك في ظل الانتهاكات المستمرة التي أشرت إليها من الميليشيات الطائفية؟ لن يكون الحل في الحديدة هو العصور التحية أو المفتاح لحل الأزمة اليمنية. هذا نوع من التبسيط للأزمة اليمنية ونوع أيضا من تمنيع هذه القضية. لماذا؟ لأنه الحديث عن ميناء الحديدة على أنها ستكون مفتاح الحل، أنا باعتقادي هذا تصريح وهروب من مواجهة الأزمة بتعقيداتها وبأسبابها الحقيقية التي أدت. نحن أمام انقلاب، وأمام انقلاب طائفي يتم الشرعنة له من خلال الأمم المتحدة، توافق الأمم المتحدة وفشلها على امتداد 8 سنوات من إيقاف هذه الحرب، أو بمعنى آخر من إيجاد حل للأزمة اليمنية، هو أدى إلى نتائج معكوسة وعكسية وسلبية أيضا، تمثلت في الاعتراف بشرعية الأمر الواقع الانقلابية حتى ولو لم يتم اعترافها دوليا، ولكن من خلال التعاطي معها بهذا الشكل أنا باعتقادي هو اعتراف وتقديم خدمة مجانية لهذا المشروع الطائفي. يعني أنت بذلك تتفق مع من يقول أن الأمم المتحدة اختزلت الأزمة اليمنية في الحديدة ومينائها؟ نعم بالضبط، هذا الذي حدث وهذا الذي حصل من البداية. الأزمة اختزلت بأزمة الحديدة وتوقف الصراع عند هذه النقطة. أين تكمن الأزمة إذن؟ الأزمة تكمن بوجود انقلاب، هذا الانقلاب يتم بشرعنته والاعتراف به. هذه هي الأزمة الحقيقية في الوضع في اليمن. الأنباء الواردة عن إسقاط التحالف العربي لطائرات مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه السعودية انطلاقا من هذه الانتهاكات والخروقات، كيف ستبدو ملامح الحل النهائي للأزمة الذي تدعو إليه الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة ليس بحسبانها حل هذه الأزمة بقدر ما بحسبانها إدارة هذه الأزمة. كل ما تسعى إليه الأمم المتحدة وتبين من خلال كل مبعوثيها الذين سبقوا السيد جريفيث، كلهم أسهموا في وصول الحرب والأزمة في اليمن إلى هذا المستوى التعقيد والفشل. أشكرك جزيلا سيد نبيل البكيري، كاتب سياسي يمني، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.